ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله. أهلا بك دكتور خالد على شاشة اليوم. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لك ولجميع. أهلا دكتور خالد، التقارير الإعلامية التي تشير إلى عدم رغبة نوري المالكي في الترشح مجددا لمنصب رئاسة الوزراء في العراق في الحكومة المشكلة، تحت أي سياق يندرج وكيف تتم قراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد ما زال شخصية رئيس وزراء العراق القادم هي العقدة، فبالتأكيد تقليص أعداد الشخصيات المطروحة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي هذا يدخل في إطار حسابات الأطراف الكتل السياسية، وقد تكون في حسابات الكتلة السياسية الأكثر عددا التي سوف تتشكل، أو تدخل في إطار حوارات وتفاهمات الكتل السياسية خصوصا في داخل البيوت الثلاثة، البيت السني والبيت الشيعي والبيت الكردي، وبالتأكيد قد تكون لحوارات وتفاهمات الكتل السياسية لها الدور في إفراز هذه الدعوات التي قد يعني إذا تم الحديث عنها فإنها تدخل في إطار حسابات سياسية لتشكيل الكتلة النيابية، والحديث عن مقبولية أو الحديث عن تفاهمات لتشكيل هذه الكتلة النيابية الأكثر عددا. في ظل هذه الجهود التي تبذلها الأطراف العراقية كافة بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر، يعني مع تزامن وجود السيد العبادي في أنقرة شهدنا ضربة تركية على سنجار وشهدنا أيضا إدانة فقط من الخارجية العراقية، هل ستتخذ بغداد إجراءات أشد حيال هذا الموقف؟ يعني بالتأكيد هذا ما يسمى بالمضحك المبكي عندما يذهب رئيس الحكومة العراق إلى تركيا ويتحدثون عن علاقات متينه ومتجذره مع جاره تركيا، وتاتي ثاني يوم او ثالث يوم وتركيا تقوم بضربه نوعيه في سنجار. هذا يعني بان طبيعه الخلاف التركي العراقي كبير جدا على مستوى سياسي اقتصادي عسكري، محاربه الارهاب، اكثر من 10 قواعد موجوده في شمال العراق، وبالتاكيد هذا يدخل في اطار حسابات سياسيه. لكن على الرغم من ذلك انا اتوقع اليوم ما ترشح عن بيانه خارجيه وما طالبت به يعني المفوضيه حقوق الانسان العراقيه من الذهاب الى المجتمع الدولي ومجلس الامن والحديث عن القرارات الامميه، انا باعتقادي قد يدخل في اطار ايضا الحديث عن ان الحكومه المقبله يجب ان تكون حكومه قويه تستطيع ان تحقق نقله نوعيه في اطار السياسات الخارجيه عبر سياسه لا نقول انها عن النفس وانما عبر سياسه متوازنة متكافئة تستطيع أن تحقق المصلحة العراقية في إطار هذا الملحق. هذا ما يؤمل من الحكومة المشكلة دكتور خالد، إلى أن المشاورات بين الأطراف السياسية العراقية كافة ما زالت تراوح مكانها، يعني هل سنشهد في الفترة القادمة اختراق لهذه هذا الجمود السياسي في العراق، وسنشهد أيضا في المرحلة القريبة القادمة اختراقا في هذا الموضوع؟ يعني انا اتوقع الجمود السياسي العراقي انتهى، دليلنا على ذلك اليوم الحديث عن المحكمه الاتحاديه، والحديث ايضا عن مساله ان مصادفه المحكمه الاتحاديه، ومثل ما الحديث عن ترشيح او مرشحات الكتله النيابيه الاكثر عددا، وبالتاكيد هذا يعني هنالك اقبال كبير او تسارع كبير في اطار الايقاع في كتل سياسيه عراقيه للحديث عن تشكيل الكتله النيابيه الاكثر عددا، ولكن هذا التسابق ايضا سوف يصطدم بمعيارين، المعيار الاول هو التحالفات القديمه التي ما زالت حاكمه. دليلنا على ذلك هو ما يترشح من حوارات وتفاهمات بين كتل سياسيه تتحدث عن التحالفات القديمه افضل مما ترشح عن الانتخابات في 12 ايار بالنسبه الى منحى التحالفات الجديده التي اخرجتها بنيه العمليه الانتخابيه. ثانيا مساله الحديث عن الشخوص، قد يكون هنالك في داخل أروقة الغرف المظلمة يتم الحديث عن الشخوص قبل البرامج، ولكن في الإعلام يتحدثون عن البرامج، هل أن البرامج اليوم أصبحت برامج أكثر مقبولية وأكثر واقعية بالنسبة إلى عموم متطلعات المواطن العراقي؟ وهذا السؤال المطروح، لأن اليوم لو كانت العقدة في البرنامج لكان الحديث عن استكمال شروط البرنامج والحديث عن شخصيات من أجل أن يتم اشغال المناصب الثلاثه، ولكن العقده موجوده في الشخصيات. وسؤالك الاول حول شخصيه السيد المالكي، هذا يعني بان العقده اليوم
رئيس البرلمان وشخصية رئيس الجمهورية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله على كل هذه المعلومات القيمة، كنت معنا من بغداد.